نبدأ. حالة انتماء تشبه الحب في تلك العقبة الظاهرة. أن تكون جنديا يعني أن تلغي فردانيتك وتنتمي كرقم تنفيذي فاعل إلى المجموعة. أن تكون عنصر فعل لأمر ما، أن تنفذ القسم وأن تربى من أجل تنفيذه. أن تلغي حاجتك اتخاذ القرار وتنتمي إلى القسم الأول إلى الطاعة من أجله. أما حين يغلف بك خدعة في شرك انقلاب دون أن تعي بما يحدث، فهذا يجعلك عددا واحدا إحصائيا لا رقما، عددا غير مؤثر، ولكنك متأثر بنتيجة ما يحدث. تصبح في فراغ من الانتماء، فراغ من الشعور بنشوة النصر أو الأثر، تشعر بالخيبة ولا تستطيع الوصول حتى إلى حالة الإيمان بما تثاب به حين تنتصر، أو كما في الرواية بما تعاقب عليه حين يفشل المخطط، وتكون صدفة ضمن إحصائية الخاسر. سأعود إلى هذه النقطة في نهاية الورقة، لأن هذه من النقطة اللي كانت عندي فيها إشكاليات وتناقضات في نفس الرواية. ذلك الفراغ الذي يجعلك لا تمتلك حافزا يناسبك لكي لا تنكسر في قبرك الانتقالي الذي يفتح له النور جهة قبرك الرسمي المعد مسبقا، والذي قد تخطئه بمعجزة ما وتواصل الحياة ميتا في الطرف الآخر. تلك كانت اللعنة التي قد يتغلب عليها أسير الحرب أو الضائي بقوة الإيمان بالقضية، ولكن تلك اللعنة هي ذات الهبة التي جعلت بطل الرواية في نظري يختار البقاء، لا للشيء، لا لأنه مظلوم، ولا لكونه متذمر مسكين مغرور به مغرر به، ولا لكونه متذمر مسكين مغرر به، بل لأنه استطاع في مرحلته أن يتخلى عن كل تلك المشاعر الفردية التي قد تقتله ويستجيب إلى الحياة بما هو متاح، وما هو متاح هو التخلي عنها. وكأن الفراغ من الانتماء الأول، من الحلم المتخيل، من الحب المستحيل المنال تحت ثقوب الأرض، نما لدى البطل حاجة مرضية ملحة لسد هذا الفراغ، حاجة مرضية للانتماء، حاجة مرضية للتعايش مع الآخر، حاجة مرضية بحيث لا يمكن أن يتحمل عدم محبة الآخر له مهما كان ذلك الآخر، مهما كان ظلمه وقسوته. كل ذلك يمكن أن يتخلى عنه وعن تبعاته في لحظة ولادة باب ولو بسيط لامتداد جسور الانتماء والمحبة. حاجة مرضية تولد الشعور بالذنب حين يساهم بطل الرواية في وضع حاجز ولو كان مشروعا حيالها. حاجة مرضية كانت تنمو معه وتتكاثر بداخله وتشتد عصفا به، وعلى عكس ما كان يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى الخاوية أو إلى الهاوية لو كان في سطح الأرض، كانت هبته في الهاوية، هبته التي جعلت أكثر إنسانية وأكثر رغبة في الحياة. نجد الرواية منذ البدء تتحدث عن ذاته الشخصية، لطالما فتشت على الحجر الأسود، إلى أن حاجته المرضية للانتماء للآخرين جعلته في المقطع الثاني مباشرة يقول: ولكن ما جدوى العقل هنا حيث دفننا؟ وبرز الانتماء الجماعي، الحديث بلسان الجماعة، ويتحدث بلسان الجماعة، ينتمي إلى مجموعة السجناء الذين لا قاسم مشترك بينه وبينهم تقريبا إلا العقبة الباهرة ووسائل التعذيب المشتركة وروائح البول والبراز والعفن المعتاد والمشترك، والتي لا تشعر بأي نوع من الخجل أو الذنب وأنت تحاول اعتياده هناك، عدا أعتقد فرد أو فردين في داخل المعتقل كانوا لهم علاقة بنفس بطل الرواية في السابق ويتضح في الرواية بعدين. لن أتحدث في هذا الورقة عن فردان البطل وتجلياته وإن كان ذلك أمر مهما، ولكنني سأحاول نصد مواطن نمو الشعور بالذنب والحاجة إلى الانتماء والحب رغم كل ما يحيكه الموت وجنوده. كان البطل يرفض أن يناسب المسجونين بعضهم البعض بغير الأسماء والكنى، رغم منعه من قبل السلطة التي تسعى إلى مواصلة تحويل الجسد الرقم إلى عدد إحصائي، وتحاول حاجة الانتماء لديه إعادة إحياء الرقم بما هو شخص، وهذا الانتماء والذي المقاومة والدفاع والحب والاحتجاج. لذلك اختار السجناء شخصا للتفاوض على دفن يليق بالموتى منهم، وكان فعل المقاومة الأول. ورغم أنه كان للبطل شعور بالسعادة لرؤية النور حين دفن أول من توفي من المجموعة، وكان يحاول أن يمتلئ به علّه يعيد ذاكرته حين تعود للعتمة، إلى أن الشعور بالذنب تملك البطل، وكأن موت أحد الرفقاء يعني فرصة
التحرر، فرصة التحرر ولو لبضع دقائق من جسد العتمة، وأن النور هبة الحرية والحفنة المسربة من الأمل. ذلك الشعور بالانتماء للرفقاء جعله يشعر بالذنب من البهجة، وكأنه أصبح أسير حرب يقتله أن يتحرر ويموت صاحبه. حاول بعد ذلك أن لا يفكر بأنه يرغب بموت رفيق، بل أن الرفيق يمنحه هدية ما، بل هبة، بل منة ما بموته، ولعله يحاول تذكيرهم بأن تلك الحرية تستحق، وأنهم يجب أن يجعلوا لموته قيمة بأن يجرعوا من الضوء الذي سربه لهم، أو يستفيدوا من الملابس المجردة فهي هبته لهم، وما يحفزهم به هي مقاومته المستمرة بهم. ذلك الفكر كان خدعة تهزم الشعور بالذنب وتعزز الانتماء ببقاء الميت حيا بهم بملابسه وما يهربه من الضوء رغم كل شيء. واعتقد ان الحاجه للانتماء والشعور بالذنب هو اللي جعله يلعب على نفسه ويخدع على نفسه وينجح في هذه الخدعه، انه ما يشعر بعدين لما ياخذ ملابس اي احد انه ارتكب جريمه في حق ذاك الشخص الميت، او لما يفرح الان صار طريقه تفكير مختلفه ومغايره. والفقد جعله أكثر تعاطفاً، أكثر انتماءاً، حد إطعام رفيقه المحتضر الطعام بيديه، ومضغ الطعام كطير الأم قبل أن يضعه بفمه العاجز. الحاجة للانتماء أمثلت وجعلته يتقبل فكر أن لا يصدر أحكاماً على البشر، فهو يشبههم جميعاً، وله عزيمته أن لا يستسلم ولو ضخ أو كسر الآخرون تحت التعذيب. ولكن ما هو الاعتراف الذي يمكن أن يستخرج من شخص لا علاقة له بالحدث؟ ومن حراس وظيفتهم هي جعل فترة احتضان أطول ما يمكن من العذاب، كما كان يروي في الرواية. هي خدعة المقاومة، هي خدعة المقاومة التي توطد الشعور بالانتماء، الخدعة التي تثمر الصمود، ذلك الذي تعلمه هو من سيرة والدته، الانتماء المرضي الذي لم يبح به في الرواية وربما لم يبح به لنفسه. نما شعوره بالانتماء للرفقاء وتحول إلى دور قيادي واستشاري غير مختار وغير معلن، وهذا طبيعي في الأزمات. شخص ما سيتولى أصدار الأوامر سيرجع لمشورته في حيثيات الحدث دون انتخاب أو فرض سلطة. كان البطل يقترح في البدء وينفذ الآخرون ما يقول، ثم تحولت الاقتراحات مع ثبات نفعيتها إلى شبه أوامر، لكنها لم تفقد روحها الجوهرية ولم تكتسب صفة الرسمية، بل تزينت بالحب والسكون والاهتمام بالآخر في أبشع الظروف. ذلك الحب الذي يطهر القلب من الحق كمرض قاتل في العزلة ويجعله قابلا للتعاطي مع الحياة المعدولة، ذلك الذي يجعله راويا للقصص وساردا للحكاية ومثليا لهم ومحاولا للمحافظة على عقله وعقولهم قدر المستطاع، ذلك الذي يجعله يصرح لوافد سجين جديد اسمه صبان بأنهم منظمون ولهم نشاطاتهم ويعلمهم بكيفية التعامل. تلك هي القيادة التي تنمو مع الحب، تلك هي القيادة الغير معلنة، وهذا الحب امتد من تلقي خطأ الرفقاء إلى تخطي خطأ السجان، فقد كان يرفض في بدء الرواية اعتذار السجان منه ويستغربه، ثم أخذ يتعاطى معه بحيادية قبول دون استغراب أو تشنيع، دون استغلال الحالة النفسية والمبادرة برد جزء من العذاب ولو بهجوم نفسي بإظهار عدم القبول، وكأنه يكتفي بالمعرفة والسكون الذي عززه الحب والانتماء. وحتى مع عشاق رفيقه سيء الخلق الذي كان دائما ما يحاول تهكير الأجواء في السجن ويشعر بالغيرة والحسد له شخصيا ولمن هو في المجموعة، ولا يكتفي بذلك بل يصرح بها علنا، كان البطل يحاول تهذيبه بالثواب والعقاب في سرد القرآن حالة من تهذيب احتواء وتعليم، حتى استطاع أن يحتويه ويشعر بجزء خفي من الحب الغير معلن، ذلك أن الحاجة للانتماء لأن يحبه الآخر وينتمي له جعلته صابرا، والحب جعله إنسانا مغايرا، ولكونه إنسانا كان لابد أن يقع في الخطأ، ولأنه يعيش حاجته لمحبة الآخر كان يعتبر ما قد يعتبره الآخرون رد فعل طبيعي جريمة يندم عليها، كما حدث له مع الحسين حين رد على إهانته برد جعله يشكك في نزاهة زوجته وتلاسن معه حتى أثر به وأصابه بمقتل نفسي، ذلك جعله يندم
حتى بعد اعتذاره، ويعتبر الحق في رد الجريمة لعلها جريمة قيادية بحق التوجيه والتصحيح والاحتواء. ذلك جعله لا يسمح لنفسه فعلا بالاستياء من أحد بعد ذلك، ونمى ذلك الشعور إلى قمة متعالية. فحتى والده التي تخلى عنه منذ الصغر وكان يقول عنه في صفحة 37: من الذي أردت قتله؟ أكان الملك أم أبي في ذلك اليوم؟ إلى أنه لم يمنع حين خرج من المعتقل من الحديث معه، أو لم يمتنع عن الرد عليه كأبسط تعبير عن استنكار ما قام به، وكأن ذلك الحب وذلك الانتماء والشعور بالذنب قاموا بالسيطرة على كامل جسده وفكرة، ويجعله يتقبل أي باضات اهتمام أو محبة قد تتاح. أعود إلى تلك الفكرة الأولى التي أشرت إليها والتي قد تبدو متناقضة مع ما أوردنا هنا من رغبته في قتل أبيه أو الملك، رغم أنه كان يدعي بعدم معرفة ما حدث ولماذا هو كان مقبل في دخوله أثناء القصر. مع كون البطل لم يكن يعلم بالانقلاب ولم يذهب إلى القصر من أجله، وأضيف مشهدا ثالثا أنقصني في منتصف الرواية، وهو كون البطل مع أحد الرفقاء استمع إلى حديث جانبي وعلم أن ثمة شيء ما سيحصل وأنه أمر غير معلن عنه، إلى أن هذا الذي قد يبدو تناقضا قد يفسر حالة المقاومة في التساؤل الذي طرحته أثناء الرواية. ولعل الموقف الغير معلن عنه في الرواية أيضا أن البطل غيب خياره ودس به كأداة الانقلاب دون إعلان بذلك، بل تم تضليله مع رفقائه بشكل تعمدي، إلى أنه هجس أن ثمة غاز آخر المهمة حين كان مع رفيقه وتوقع أنها محاولة اغتيال، أنه تقبل تلك الفكرة لحظة الحدث، وكان لا بأس لديه لو قام هو فعلا بقتل الملك، وهو تفسير لمن قد يبدو متناقضا مع سياقات النص، وقد يبدو مبررا للأسئلة الأولى التي تولدت لديه. وأنا أقرأ: سبب عزيمة الصمود والمسألة ومسألة الشعور بالدم وما بررتها من محاولة تعويض فقد الانتماء بانتماء آخر يشبه الحب.